السلام عليكم. تم في بحر الأسبوع الماضي تدشين الخط نتاع طريق السيارة رابط بين مدينة بوهزول إلى حدود ولاية الجلفة على امتداد حوالي 120 كيلومتر. إذن تم افتتاحها أو إتمام الأشغال بها وافتتاحها للمستعملين طريق السيارة. إذن هنيئا لهذا الجزء الجديد في المشروع الكبير نتاع إنشاء طريق السيار إلى حدود جنوبية الجزائر إلى حدود تمن راست وبطول 2200 كيلومتر. إذن ما زالت الأشغال مستمرة لكي نشق هذا الطريق اللي فيه تحديات كبيرة بسبب التضاريس في بعض الأماكن. إذن خليكم تابعوا فيديو حول التدشين نتاع الجزء هذا نتاع طريق السيار بطول 120 كيلومتر ما بين بوهزول في ولاية نديا إلى حدود ولاية الجلفة. إذا خليكم تتابعوا الفيديو والسلام عليكم. ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 بوهزول نحو حدود ولاية الجلفة جنوبا يدخل حيز الخدمة ليكتمل بذلك شطر الطريق السيار شمال جنوب على مستوى المدية. الولاية ذات الموقع الاستراتيجي باعتبارها بوابة الهضاب العليا وجنوب الجزائر. أنا طاكسي نخدم من الخميس للجلفة وكنا باكرين ناخذوا على بوهزول الطريق شويه سيركيلاسيون ودوك انا نمشي بعض الطرق نظار نجي من افلو حتى البليده كنا نطولوا في الطريق ودروك الحمد لله ولات طريق مليحه ربحنا الوقت. نشوف فيها باللي مواصفات عالميه. انا عايش في الخارج ما كانش فرق يعني بين خاصه المرسو هذا من برواقيه لهنا ما شاء الله تبارك الله. تحوز على شبكة طرقية تتعدى 4000 كيلومتر، العديد من الاستثمارات العمومية قد تسدت في الميدان، بدايتها إتمام طريق شمال جنوب الذي أصبح يصل إلى حدود ولاية الجلفة على طول 115 كيلومتر، زيادة على استثمار ما قدره أكثر من 1400 مليار سنتيم لتهيئة وإعادة الاعتبار للطرق البلدية والولائية. وفي إطار استراتيجية دعم وعصرنة شبكة الطرقات استفادت الولاية من عدة مشاريع لفك العزلة وربط كل بلديات المدية لا سيما النائية منها. استفادت الولاية خلال سنة 2023 من البرنامج الجديد بتدعيم الطريق الوطني رقم 40 على مسافة 21.400 كيلومتر الذي تم استلامه في نفس السنة. واستفادت أيضا مشروع استراتيجي متمثل في ازدواجية الطريق الوطني رقم 18 على مسافة 23 كيلومتر من سيدي نعمان إلى غاية بني سليمان وهو في طريق الإنجاز. إنجازات من شأنها إعطاء ديناميكية وحيوية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.